أستاذ الحسن بن إبراهيم تكنفل أستاذ ديالنا رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرات تمارا. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك، والله يتقبل منا ومنكم. مرة أخرى كنعاود الأستاذ الأخت المخرجة على هذا المقطوعات الأصلية. تبارك الله عليها، تبارك الله عليها، اختيار موفق. وتحية أيضا للسيونس، نعم، في الهندسة الفنية، وحليمة كذلك. طيب أستاذنا، فضل العشر الأواخر من رمضان، ربما يعني هذا هو يعني الموضوع اللي غنتكلموا عليه اليوم. كتبدا هاد الليالي العشر الأواخر من رمضان من ليلة 21، يعني وتنتهي بخروج رمضان، يعني سواء كان ناقصا أو تاما. يعني هاد العشر يعني كان يحييها رسول 29 أو تاما 30، تماما هذا هو كان يحييها رسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من فضل، وخصوصا ليلة القدر خير من ألف شهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا العشر الأواخر من رمضان يعني من كرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة. نعم. كرم الله برمضان. نعم. هذه هدية من الله تبارك وتعالى. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، يعني العشرية من الأولى رحمة، تنزل الرحمات والإنسان كيحس بدك الصيام والأثر ديالو عليه، وكيفاش كيضبط نفسه. نعم. وكيفاش كتنزل عليه السكينة. سبحان الله. وأوسطه مغفرة، كيغفر فيه الله الذنوب، لأن الإنسان يكبر على الله بالطاعات. نعم. فربي كيغفر الذنوب، أي يسترها كيسترها. ثم بعد ذلك الآخر عتق من النار، العتق من النار. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله. نعم. وأحيا ليله. نعم. وشد المئزار. نعم. شو معنى هذا الكلام؟ يجتهد في العبادة. نعم. أكثر مما يجتهد، فكان يعتكف في المسجد. نعم. أحيا ليله بالقيام. نعم. الصلاة وطبعا كيكون واحد الوقيت ديال النوم، واحد الوقيت ديال النوم حتى ديك النوم كيكون عبادة باش كيستريح الجسم. نعم. ياك أحيا ليله بمعنى بالقيام بصلاة بصلاة التراوح وصلاة التهجد. وأيقظ أهله، حتى الأهل ديالو الزوجة ديالو كيفيقوا حتى هما باش يشاركوا معاه. ثم وشد المئزار، شد المئزار بمعنى انه ما كانش كيقرب الزوجه ديالو. نعم. في ليله رمضان، هذا عن قول عائشه رضي الله عنها. عائشه ما كانش. نعم. ما كانش كيوصل الزوجه ديالو بمعنى المعاشره الزوجيه. واللي هي مباحه في ليالي رمضان، لقول الله تبارك وتعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن في الليالي العشر من الأخيرة من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب معاشرة زوجاته تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يدخل في باب الاعتكاف وكان يعتكف في المسجد، لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. يأكل في المسجد وينام في المسجد. نعم. ويشغل نفسه بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن الكريم. فكان سيدنا جبريل كينزل وكيعارضوا القرآن الكريم، كيعرضوا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيقرأ ولا خرج، وسيدنا جبريل يستمع. نعم. إذن يستحب من المسلم يعني أن يحقق يعني في هذا العشر مفهوم العبودية لله عز وجل. طبعا لأنه إحنا حين نقبل على الله تبارك وتعالى بالطاعات، فإحنا كنعبدوه، كنقبل على الله لأننا نعبده. نعم. ونعبده يعني كنحاول نوصلوا لواحد المستوى ديال العبادة ديال المحبوبية. نعبد الله لأن الله لأننا نحب الله. نعم. نعبد الله لأن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الأيام. نعم. ودارها لنا واحد المناسبة اللي في ملي كنرجعوا لعنده هو كيقبلنا سبحانه وتعالى، هو كيقبلنا. وفي هذه الليالي هذه يعني يعتق كثيرا من عباده. نعم. ولله عتقاء. نعم. من النار في. نعم. كل ليلة من ليالي رمضان. نعم. في الأحرى في هذه العشر الأواخر. نعم. هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر. قدر. ليلة القدر سميت كذلك لأنها ليلة ذات قدر. نعم. نزل فيها كتاب ذا قدر اللي هو القرآن الكريم، على نبي ذي قدر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأمة ذات قدر اللي هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
سميت هكذا ليلة القدر، وسميت أيضا ليلة القدر لأن الله يقدر فيها من الأمور يعني ما سيحدث السنة القادمة. نعم تكتب في اللوحة المحفوظ ما سيحدث للسنة القادمة. نعم. من الأمور الأرزاق ومن يعني مما يدبره الله تبارك وتعالى في هذا الكون. نعم. هذا هو. هذه الليلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر. تماما، إذا التحري عن ليلة القدر. تحري إلى في العشر الأواخر. نعم. ليلة القدر. نعم. من العشر الأواخر يعني نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم. من رمضان. نعم. وفي أحاديث في 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 الليالي الوتر ليلة 21 إيه هي البارح الليلة اليوم 21 إيه 21 رمضان اليوم البارح من المغرب من المغرب من المغرب هذا كيتسمى هذا. نعم. هذا وتر هذا ليلة 21 نعم لأن اليوم حنا عندنا كيبدأ من المغرب كتبدأ الليلة. نعم. الليلة ديال 27 كتبدأ من الليلة ديال 21 مور المغرب من ورا المغرب ياك. نعم. مني كيطلع الفجر كنقولوا النهار ديال 27 نعم مني كيود المغرب الليله ديال 28 وهكذا وهكذا. اذا دابا حنا دابا الان دوزنا الليله ديال 21. نعم. اذا 21 و23 ليله 23 وليله 25 وليله 27 وليله 29 نعم تحروا في الليالي الوتر. نعم. الوتر من شهر رمضان. نعم. وفي رواية عند بعض الصحابة رضوان الله عنهم كيقول والله إني أحد صحابة أعتقد إيه. أنه سيدنا عبد الله بن عمر إني لأعلم أي ليلة هي. نعم. إنها ليلة 27 يعني باجتهاد وبحدسه كيحددها لا ماشي الحدس لا ماشي الحدس حددها ماشي الحدس ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهذه قال والله اني لاعلم اي ليله هي انها ليله 27 ولهذا وهذا ما اخذنا به نحن في بلدنا. نعم. وفي سائر بلدان المسلمين كياخذوا ليله 27 هي ليله القدر. تماما. طيب كيمكن يقول شي حد ولكن الا اختلفت الاهله مثلا رمضان دخل مثلا في بعض الدول العربيه او الدول الاسلاميه قبل منا بنهار. ايه اذا حنا ليله القدر تكون عندنا اليوم. نعم. وما تكون عندهم البارح. نعم. فكيفاش فقال لان الله سبحانه وتعالى ينقلوها. نعم. ينقلوا والارض كتدور كرويه الارض. نعم. كتدور بمعنى كتكون هنا وتعاود تجي لهنا. هذا هو. نعم. ثم اذا فاحنا اذا فلو قدر للمؤمن يعني ان يصادف يعني هاد الليله وسد سكنفل يعني ربما هي وحدها كافيه يعني عيدتها كافيه اللي ممكن انها يعني تعود لك ربما سنه. هذا شوف هذا الامر قال فيه الله تبارك وتعالى. نعم. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ملي كيجي كتجي هذه الجملة وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك من كلمة أدراك. ما أدراك كيبين على عظم وأهمية الأمر اللي غيجي من عندنا. ما أدراك ما ليلة القدر. من أخبرك ما ليلة القدر. شكون اللي علمك. من أعلمك شنو هي ليلة القدر. كنت عارف يعني كنت عارف القيمة ديالها. ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر قالوا 83 82 سنه واربع شهور. نعم. سنه واربع شهور 84 82 83 واربع شهور ماشي واربع شهور 83 واربع شهور ياك 83 واربع شهور في ليس في ليله القدر اي اجر عبادتي 83 واربع شهور 83 سنه واربع شهور ليس في ليله القدر. نعم من ألف شهر أي يعني 83 سنة وأربع شهور الأيام ديالها والليالي ديالها. نعم. كلها عبادة. نعم. الأجر. نعم. كتاخذ الأجر ديالها. شنو السبب ديال هذا تخصيص الأمة بهذا اليوم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته. تقاصر قال أعمار يا ربي إن الأعمار ديال أمي الأمة ديالي قليلة جدا. نعم. فحنا الأعمار ديال الأمم السابقة كان اللي كان كيعيش 1000 عام. نعم. كان اللي كان كيعيش 100 عام 200 عام 300 400. نعم. حنا اللي أعمار أمتي ما بين 60 و 70. نعم. وقليل ما يتجاوز ذلك. نعم.
الا لقيتي شي واحد وصل ل 100 وشي حاجه راه قليل قليل. فالله سبحانه وتعالى خص هذه الامه بهذه الليله. نعم. اللي هي في اللي هي 83 سنه واربع شهور يعني من العباده. نعم. اجر ديك الليله الا قضيتيها في العباده باخلاص. باخلاص. ما معنى باخلاص؟ نعم. اي انك تقصد بعملك وذلك وجه الله. نعم. تبارك وتعالى تتقرب اليه بالصلاه وب... نعم. وبالذكر وب... وبالقيام ياك وياك. نعم. ومع مع مع النيه. نعم. مع النيه على انك. نعم. بعد رمضان غتستمر. نعم. ماشي يجيب شي واحد هذه الليله هذه غتمحي لي الذنوب ديال داكشي كاع اللي فات كامله. نعم. ومنين يخرج رمضان يعاود يرجع يرتكس في الحماءه الوبيئه ديال. نعم. الحماء الوبيئه للمعاصي حتى كيولي. نعم. كيولي كحل. لا لا ماشي هكذا. نعم. ماشي هكذا. نعم. الانسان المؤمن اللي محافظ على الصلوات ديالو في كل سنه يعني مخلص في عمله. نعم. متخلق باخلاق الاسلام. نعم. كيكرموا سيدي ربي سبحانه وتعالى بهذا رمضان هذا بالصيام. نعم. وبالقيام في رمضان وبليله القدر لكي يزداد فيها تقربا الله تبارك وتعالى محبه في الله تبارك وتعالى. نعم. لان هذا رمضان وهذا العشر الاواخر منه وهذا ليله القدر هذا كله. نعم. كيدل على محبه الله لنا لان ربي هو اللي اعطانا هذه المناسبات. نعم. فرصه وتوحد حتى واحد ما فرض عليه لا هو الذي خلقنا. نعم. هو الذي اكرمنا بهذه الاوقات. نعم. اوقات الصلاه. نعم. راه كرم الله تبارك وتعالى. نعم. كيقولنا جيو لعندي باش نغفر لكم الذنوب ديالكم الصغيره. نعم. يعني الصغائر وانت متجنب الكبائر وحتى الكبائر الا تبتي كيمحيها. طيب. وكذلك الجمعه. نعم. هذا واحد اليوم خصو ربي كرمنا به. نعم. ثم شهر رمضان. اذا في اليوم عندنا خمسة الصلوات كرمنا بها الله تبارك وتعالى. نعم. كنديروا فيها ما بين الصلاة والصلاة. نعم. مكفرات لما بينهن في الأسبوع من اجتنبت الكبائر. نعم. الجمعة إلى الجمعة هذه. نعم. هي كرم الله تبارك وتعالى. نعم. ربي كيبغينا. نعم. فاحنا منين نمشيو لديك نمشيو له محبوبية. نعم. محبوبية. نعم. يعني كنديروا لك شي محبة في الله تبارك وتعالى تقربا. نعم. نعبد الله عبادة محبوبية ونقر بعبوديتنا له. نعم. طاعة له. نعم. ومحبة له. نعم. يعني ولما كتجي في رمضان. نعم. رمضان يعني في طول السنة من رمضان. نعم. وكتجي ليلة القدر هذه القمة. نعم. إنسان كيوصل لواحد المستوى من الاتصال بالله تبارك وتعالى قلبيا روحيا وجدانيا. نعم. بعد الطاعات. نعم. والطاعات ماشي الاشكال احنا صايم انا صايم. ولكن الروح ديال الصوم شنو هو؟ الروح ديال الصوم هو انني كان مقصود. يعني اطيع الله. نعم. تبارك وتعالى. نعم. يعني اجاهد في نفسي هذا هو هذا الصوم كنجاهد نفسي. نعم. مش كتولي طيعه غاديه. نعم. في طريق الله تبارك وتعالى. هذا طيب هو. من بعد هذه المكالمات الهاتفيه استاذ سكن في بغينا نتكلموا على اعمال العشر الاواخر شنو خاص المؤمن يعني والمسلم يقوم به تقرب الله سبحانه مرحبا وتعالى. مرحبا. ناخذ حليمه من مراكش. صباح الخير حليمه. اهلا وسهلا بك. صباح النور لاله جيهان. اخبارك؟ الحمد لله. انت مزيانه؟ لاباس عليك الحمد لله. اخبارك؟ اخبار الوليدات؟ كل شيء بخير. سولفك الخير لاله حليمه. مرحبا تفضلي. الله يبارك فيك استاذه. كي داير رفيقي ديالك لاباس عليه؟ الله يبارك فيك لاله. شكر الله ولك. الله يجعل فيك البركه. مرحبا بحليمه. الله يخليك لنا استاذ. دائما كنستافدوا منك لا في اللقاء المفتوح ولا في التلفزيون. الله يجعل فيك البركه لله. الله يجعل العمل لله. نعم. الله يجازيك عنا الف خير يا ربي. يا ربي هذه غير الدعوات بارك عليا. الله يفرحك بدخول الجنة معنا كاملين كاملين إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. تفضلي لاله حليمة. الله يخليك أستاذ. عندي واحد ثلاثة أسئلة إلا جات على خاطرك. مرحبا لاله. مرحبا. عندي السؤال الأول هو بالنسبة للأخت ديالي كتعيش خارج المغرب وكتدوز إما 10 أيام إما 15 يوم تما في رمضان وكتجي من بعد كتكمل هنايا. إييه. ودابا هما أغلبية الأحيان كيكونوا سابقين لنا بالنهار فمن يجي هنايا واش تدوز العيد معنا ولا تسبقنا بالنهار؟ واخا هذا الاول. هذا الاول. السؤال الثاني في رمضان ديال 2003 كانت عندي ذاك الساعه 13 عام وبلغت اول مره بالضبط نهار 15 يوم في رمضان. 15 يوم في رمضان ما سمعتش. كيفاش في 2003 حليمه؟ قلت لك في رمضان ديال 2003 كانت عندي 13 عام ديك الساعه. أيوة. وبلغت اول مره بالضبط نهار 15 يوم في رمضان. أيوة.
ومن بعد فاش فات لي الحيض وداك الشيء ما صمتش، يعني ديك 15 يوم اللي كانت واجب عليا انني نصومها ما صمتهاش. أيه؟ دابا بقيت نعرف واش لازم عليا الكفاره ولا غير القضاء والفديه. وبالنسبه للسؤال الثالث، دابا كيكون شويه الجو سخون في مراكش و في غالب الوقت ما كنكونش ديال الفولار، ملي كنبغي نتوضا كنمشي نتوضا بلا فولار. بغيت نعرف واش جائز ولا غير جائز. فين في دارك ولا فين الشيء هذا؟ لا في داري بطبيعه الحال في داري. ايوا في دارك انت بلا فولار. حيت كيكون الدواء والتشهد في الوضوء بغيت نعرف واش دايز بلا فولار. معليش معليش بلا فولار. اذا نمشيو، شكرا لك لاله حليمه. نمشيو السؤال الاول على الاخت ديالها اللي كاينه في الخارج. كتقضي يعني الايام الاولى؟ لا هي شوف هي دابا الان الحمد لله هذا العام هذا يعني غالب الدول الاسلاميه صاموا نهار واحد، ولكن اذا جات من بلاد صامت قبل منا بالنهار هي غتعيد معنا. الا كملنا 30 الا كملنا 30 نزيد تصوم؟ لا الا كملنا الا 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 صمت 29 يوم مثلا، احنا كملنا 30. ايه هي صمت 29 29 تصوم النهار باش تكمل 30. لا لان سابقينهما سبقاتنا بالنهار. اذا غتولي عندها 31. 31 اذا نعم. في هذه الحاله هذه نهار 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 30 منين تكمل هي 30 نعم تنوي ذاك النهار تطوع. نعم تنوي تطوع وصافي. نعم لان العيد حتى الغدا خصها تعيد معنا، ما تعيدش مع الناس الاخرين. نعم هما كملوا 30 نعم وحنا كان عندنا 30 نعم فايتينا بنهار. نعم اذا غتعتبر ذاك النهار تطوع. نعم. تصوم تطوعا. طيب باش تخرج من الخلاف. لماذا؟ لان كاين اللي كيقول لك لا تنوي الافطار ولكن ما تاكلش قدام الناس وكشي. تنوي تطوعا لانه محسوب اما يتحسب ليها هو هذاك النهار هو تطوع ولا الاول ديال رمضان هو تطوع. طيب. لا علينا. نعم. وتعيد معنا. نعم تعيد معنا احنا. نعم الى احنا كان عندنا غير 29 يوم. وهما كان عندهم يعني سابقين بنهار، غتولي مكمله 30. نعم. غتعيد معنا ماشي مشكل. نعم. تعيد معنا. إلا كان هما احنا قبل منهم. نعم. يعني غتكون عندها هما غتكون عندها حنا وصلنا 29 الغد اللي كان عندنا العيد غتكون. نعم. عندها غير 28. نعم. غتعيد معنا. ايه. وترد ذاك النهار. وترد ذاك النهار. واضحة. واضحة. بالنسبة للسؤال اللي سولات حول الحيض في 2003 رمضان 2003 على 13 سنة. ايه هذا البلوغ باقي التمييز ما كاينش. نعم. ما كانش لي ورشة ما كانش. 15 غترد رمضان. غترد ذاك الأيام. غترد ذاك الأيام. نعم. وتفدي صافي. صافي وعلي. لأنه ما كاينش العمد هنا. نعم ما كاينش العمد. نعم ما كاينش النيه ديال انتهاك حرمه رمضان. نعم لا صافي طرد بنتي 13 سنه يعني طرد بنتي طرد بنتي ديك الايام. ايه وتفدي ولا وطلب الله سبحانه وتعالى يتجوز علينا باذن الله. شريفه من ورزازات صباح الخير شريفه. كاين شي سؤال اخر؟ هو الوضوء بالفولار جاوبنا. ايه الوضوء بالفولار جاوبناها نعم. شريفه صباح الخير. صباح الخير استاذ. صباح الخير الاستاذ ديالنا. الله يجعل هذه الخدمات الجليله اللي كتقدموا لنا في ميزان حسناتكم. يا رب الله يهني بها درجاتكم في اعلى الجنان. يا رب كلكم من صغيركم لكبيركم. الله يجعلكم الله يرحم لكم الوالدين. الله يجعلكم بركه لنا جميعا ان شاء الله. تفضلي. اولا لجهان عندي واحد الطلب. الله يرحم ليك الوالدين باش على خاطرك. ممكن الله يرحم الوالدين بغيت نهضر معاك مور البرنامج اللي كان ممكن. واخا على راس والعين باذن الله. اييه الله يرحم ليك. مرحبا سؤالك الاستاذ سكنفل. الله يودي مرحبا دخليك مع زيالك في هذا النهار الكبير. الله يحفظك لاله شريفه مرحبا. استاذ الله يرحم الوالدين انا كنستعمل الزيت المرقي في نهار في هذه الايام تاع رمضان حيت زيت زيت ايش؟ زيت المرقي. زيت ايش؟ زيت نقرا عليه القران. ايه وكنستعملو في وسط النهار حيت ملي كنقرا القران كيضروني رجلي كيجي لي القلق يعني واحد تشنج في رجليا المهم ماشي على برجي. واش ممكن واش جائز انا نستعمل هذا الزيت ولا ما كيفاش كتستعمليه؟ خصني غنفهمش كيفاش كتستعمليه. كنديرو على ذاتي كلها ولا الله يصدق اللي ضراني كندير على الزيت المرقي. شوفي ابنتي الا كان هذا امر ضروري في ديك الوقت راه ما كاين فيه باس. كان في باس لانه الانسان مريض وما يمكنلوش. واش يوميا هاد القضيه يوميا رمضان كله؟ كنديرها يوميا. اه حيت كيجيني داك ملي كنقرا القران كنحس بواحد
الاكتئاب وواحد القلق ورجلي كضرني ايوا بمعنى ملي كتقرا القران عاد كتكون عندك هذه الحاله هذه. نعم ملي كنقرا القران كتكون عندي. سبحان الله العظيم واخي الله يشافي ما كاين باس. وبغيتك استاذ دعي معايا الله يرحم لك الوالدين. شوفي انا لا شوفي انا نقول لك كلام واحد الدعاء لما كيكون يعني انت باذن الله تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل تقومي توضاي ياك وبكي على سيدي ربي. اكيد راه سيدي ربي كينزل لسماء الدنيا وكيقول هل من سائل فاعطيها، هل من داع فاجيبها، هل من صاحب حاجه فاقضيها. وكون انت قنا لاله بان سيدي ربي غادي يستجب لك كما بغى هو. يجاوبك. ايه غادي يستجب لك. تماما. كما بغى هو وبداك الشيء اللي غيحقق لك النفع. نعم. انت غيكون انتقنا نعم. من هذه القضيه هذه والله يشافيك ويعافيك ويكشف الضر اللي فيك. اللهم رب الناس ادهم الباس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءه. شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. شكرا لك لاله. شكرا لك. ناخذ ام صلاح من قنيطره. صباح الخير ام صلاح. صباح النور لاله جيهان. صباح الخير للطاقم الفني كامل. اهلا لاله. صباح الخير عليك دكتور سكن في. انا ماشي دكتوره لاله. ماشي دكتور هو يا السي الفقيه يا الاستاذ. انا ماشي دكتور ما. انا ماشي طبيب وما عنديش ديك الشهاده يا جوج. مرحبا جمعة مباركة. الله يبارك فيك. كبير لكم على هاد النصائح اللي كتعطيونا وحنا كنستافدوا منها بزاف. الله يجعل فيك البركة. عندي لك استاذ واحد جوج اسئلة الله يسهل عليك. مرحبا مرحبا. السؤال الاول كيتعلق بالزوج ديالي. ايه الزوج ديالي كان السيمانة اللي دازت الحرارة والصيام حنا كنعرفوا هاد الشهر المبارك. لا اله الا الله. ودا كان دا شي واحد السيد من العائلة ديالو داه للطبيب للرباط. ومشى والناس دخلوا للطبيب وهو بقى في الطوموبيل ديالته بقى من تقريبا من اللي خرج من الدار مع الساعة الصباح ما جا في الثلاثة ديال العشية. لا اله الا الله. الله يجعله في ميزان الحسنات. بمجرد ما دخل حق الله العظيم وجههم بدل وهذوك تدخل العين عس ارتاح شويه قال لي ما نقدرش نعس قال لي انا باغي نشرب. كيحس بالحلق ديالو ناشف ديالي انا حاسب. وشرب دكتور وبقى ندير وقال لي ضروري تعيطي الاستاذ سكنتل وتسولي لي على هذه القضيه هذه واش فاطر عمدا ولا شنو هو. لا 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 ما كاينش هنا ما كاينش هنا نهائيا ريحه العمد. الحمد لله ما كايناش الريحه ديال العمد. قول له لكل ما شربتيش ديك الساعه تكون اتما. لماذا؟ لانه ملي كيوصل الانسان للحاله ديال انه يمكن تاثر على تاثر على الصحه ديالو يمكن الطونسيون يمكن يطيح عليه السكر يمكن ديك الساعه خصو يشرب. كيولي الشرب في حقه واجب. فنقول له اطمئن والله يجعلها في ميزان حسناتك لان داك الشيء اللي درتي كنتي قضيتي وقفتي مع السيد في الحاجه ديالو ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. غنقول له يا سيدي فطرتي لانك كان هناك داعي شربتي عتقتي الروح ديالك ياك وغتردك النهار ولا شيء عليك ان شاء الله باذن الله تعالى والله يجعلها في ميزان الحسنات. السؤال الثاني. والسؤال الثاني اختي جيهان. واحد الاخت ديالي حامله يلا في الشهور الاولى ديالها وكانت باغا تسول على القضيه واش تخرج زكاه الفطر على اللي في كرشا او لا. وشكرا اختي جيهان تبارك الله عليكم وتسولوا لي بزاف. شكرا. تخرج زكاه الفطر لا تجب الا على الذي ولد قبل فجر يوم العيد. شين مثلا عندنا قالوا لنا غدا العيد والمراه حامله قبل الفجر تزاد الوليد كنخرجوا عليه. صافي تحسب مور الفجر ما نخرجوش. صافي هذا هو الميزان. هذا هو الميزان. نعم نعم. شكرا لكل هاد المستمعين والمستمعات. اظن انه بقى هند ياك نوال. شكرا هند. صباح الخير. منين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. منين هند؟ قنيطره. قنيطره حتى انت ام صلاح وهند بجوج تبارك الله عليكم موجودين القنيطريه. مرحبا مرحبا. تفضلي. عليكم الوالدين في هذا النهار والاستاذ بغيت نسولو الله يخليك وركز معايا مزيان في هذه النقطه. غادي نركز انا مزيان يلا. عندي خويا الله يخليك عنده 30 عام. نعم. ياك وشنو دابا اختار لينا وحده قال لك بغا يتزوج. اييه. اها اختار اختار وحده يعني ما قاريه ما زوينه ما حتى حاجه ما فيها يعني فهمتي. هذا حسب هذا ما زوينه هذا حسب الشوفه ديالكم انتوما. اي وي شو انا ما شفتش انا شغلت صويره انا ما شفتهاش صراحه. باش على ما كيتعاود ليك. ايوا
مهم والاخلاق ديالها يعني هي ديجا كانت هربت من دارهم 14 عام وهي في الزنقه يعني لا نسب وهي ديجا ما عندهاش باها فهمتيني. هو شوف ماشي يعني الذنب ديالها ماشي الذنب ديالها غير باش من هذا ماشي الذنب ديالها ولكن راه الوالده ديالي انا مرضات فهمتيني يعني مرضات ما قدرتش يعني هذا يعني احنا كنقول يعني تنكح المراه يعني اللي مالها نسبها دينها ما كاين حتى حاجه يعني مالها ما كاين والو حتى حاجه من هذا الشيء وهو كان مؤدب وكان مخلق كان كيصلي من النوع اللي صامع على 8 سنين وكان مشدي دابا عرفتي تقلب مره ما بقى يصلي ما فهمتي يعني تبدل ولا تفحلت ولا مسخ فهمتي. واش كيدير هو واش كيدير شنو العمل ديالو؟ هو خدام في هذه الشركه ديال الحليب. بمعنى قادر يتحمل المسؤوليه ديالو؟ لا راه عنده مسؤوليه وانا قلت لك ساكن معاها يعني سانكون دابا هو وياها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني حنا ما عرفناش حتى مؤخرا قال لك يا ما غيتزوج غيبقى عايش معاها في الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إما هي يا إما فهمتي وشوف أنا ماشي مشكل أنا دنيا هاني ولكن الوالدة اللي مريضة مرضات الوالدة شوف الوالدة الوالدة مسكينة دابا خص يدوي معاه هو بعدا أولا باش أول حاجة بعدا أنه يدير يستحضر المقام ديال مو. نعم. مو 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 من أحق الناس بحسن صحابتي أمك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد وسأله قال له من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي قال أمك قالت ما من قال أمك قالت ما من قال أمك قالت ما من قال أبوك فخصو يستحضر خصو يدوي معاه بعد إلا ما بغى شيء بحيث أنه مصر على هذيك سميتو خصو أولا يستبر الرحم واحد المدة ديال 3 شهور ما يعاودش يشوفها ما يقيسهاش انه هو زاني وهي زانيه والزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكح الا زان مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فإلا بغاو يتوبوا من داك الزنا هو قال لك بغا يتزوج بها ويتوب من الزنا تيخصو اولا استبراء الرحم بمعنى 3 شهور ما يشوفها ما تشوفوا ما يقيسها ما تقيسوا وتكون عندهم النيه بجوج يتوبوا لله تبارك وتعالى من داك العمل لانه الزنا ربي قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ومن ذلك يتزوج بها وتحمل مسؤوليته ولكن انا غنقول له واحد القضيه النبي صلى الله عليه وسلم كيقول تخيروا لنطفكم فان العرق دساس تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ملي تبغي الانسان يتزوج كيختار المراه اللي غيولد معاها ماشي اللي غيعيش معاها داكشي الافلام ولا كيبغي ولا هما الظروف اللي كيعيشوها اللي عاش مع ديك السيده المخدرات والمصائب وكذا شي وديك الحياه ديالهم كتولي كذاك دوك الوليدات اللي غادي يخرجوا كي غيكونوا كيخص هادشي خصو يعرفوا تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ياك وايضا الحديث اللي قلتي تنكح المراه لاربع لدينها لمالها لجمالها لحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك اي الانسان الملتزمه فلكي يبقى كيبقى ان هذا السيد هذا كنقولوا له رد بالك راه داير المستقبل ديالك لان الانسان مني كيقولوا باللغه الفرنسيه الغات صافي كي 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 الحياه ديالو كتمشي الى غاتي صافي الى غاتي صافي بمعنى كيكون الاختيار ديالو في واحد اللحظه من اللحظات كتجعلو كي كي كيفشل حياته كيفشل حياته كلها واللحظه القويه والاساسيه في حياه الانسان في بناء الحياه ديالو هي اللحظه ديال الزواج مهمه جدا طبعا ولهذا حنا اش كنقولوا كيقولوا الزواج زواج ليلة تدبير عام زواج ليلة تدبير عام ماشي في المادة لا تدبير عام شكون هذا ومع من وكيفاش وعلاش كاين كاين دابا هاد القضية ديال هاد السيد مع خوك مع هذيك غير الولف راه ما كاين لا حب لا سيدي زكري غير الولف هما ولفوا وطاحوا في ديك الوباء ديك الحماقه الوبيئه ديال الزينه وديال انه وقت ما بغاو ثم يعني ثم البيئه فاش عاشت والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وخضراء الدمن خضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المراه الحسناء في المنبت السوء المراه الحسناء جميله كتقتل بالجمال كتبهر بالجمال ولكن المنبت السوء بمعنى يعني المحيط فاش عشت
داكشي اللي كتقولي اللي قلتي عليها مسكينه هي لا ذنب لها ولكن كبرت في داك سميتو صعيب دابا صعيب. هو دابا كما قلتي كان غادي مزيان شويه ولا انحرف. نسال الله سبحانه وتعالى الله يهديه ويصلحه وقول للوالده ديالك تدعي معاه في هذه تبكي على الله في هذه العشر الاواخر وفي الثلث الاخير من الليل وفي ليله القدر. نعم. وتقول يا ربي تعفو عليه. نعم. وترد به. اللهم امين. اللهم تقول هكا تقول يا ربي تبع يعني تحيد من قلبه ذاك المحبه ديالها ذاك 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 الحاله اللي كيعيشها. نعم. وانه تيقول لك غير هي ولا نبقى في الحرام والعياذ بالله. نعم. طيب دائما احنا في موضوعنا استاذ الحسن بن ابراهيم السكنفل ودائما في العشر الاواخر من رمضان وغنتكلموا على الاعمال المستحبه واللي تقرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى. هو هي نفس الاعمال اللي في رمضان يعني الصيام والقيام. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث اخر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وشنو معنيت ايمانا واحتسابا؟ نعم. اي ايمانا اعتقادا بان ذاك العمل اللي كيدير وطاعه لله سبحانه وتعالى خصو يديرو. نعم. ايمان يؤمن بانه يعتقد، ايمان يعتقد بان ذاك العمل وطاعه لله ومفروض عليه خصو يديرو لانه مؤمن مسلم. نعم. فمن صام رمضان ايمانا بانه نعم. فرض. من قام رمضان ايمانا بانه يعني واحد العمل يتقرب بالانسان. نعم. الله تبارك. نعم. واحتسابا اي يحتسب الاجر عند الله. نعم. يخلصه في عباده. الاخلاص مهم. يقول ماشي باش يشوفوا الناس ولا. نعم. ولهذا انا كنقول خوتي وخصوصا خواتاتي المؤمنات. نعم. سيادي ولا لياتي كنقول لهم شوفوا راه الحمد لله راه ملي كنمشيو للمساجد داكشي كيفرح. نعم. شي كيفرح وخصنا نحافظوا على هاد البلاد تبقى تبقى هاد التضامن يعني بالصلاه يعني تبقى الروح. امنه مطمئنه لان الحمد أمين. لله أمين. فيها المساجد عامره. نعم. والناس كيمشيو للجوامع وذكر الله كاين 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 عندنا كاين تلاحم كاين ثم الاقبال ديال الشباب هادشي كيفرح. ولكن انا كنقول الاخوات ديالي. نعم. المؤمنات كنقول لهم ردوا البال ذهبوا الى المسجد جيد ولكن طرد البال المرأة السيدة خوات ديالنا المؤمنات الصالحات القانتات العابدات ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يكون ذاك العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى بمعنى في اللباس بمعنى في ذاك ملي كيمشيو للمساجد الاحترام ديال ادب المسجد اللغو ما خصوش يكون التليفون ما يطفيو التليفونات هادشي لان دابا في المساجد ديالنا كاين بعض الحالات ماشي كلشي ولكن كاين بعض الحالات اللي الناس كتذكر الله وما جابدين التليفونات وكيدوي وكذا شي كاين الخطيب في الجمعه كيدوي في هاد الايام هادي ذاك التليفون حطيه في دارك وسيري لابسه اللباس ديالك الساتر السابق. نعم. وسيري وقلبك معلق بالله وسيري وعقلك معلق بالله وفي الجامع فين ما وقفتي ماشي كاينين شي اخوات كيمشيو كيخدوا كيعمروا الصفوف الاولى بالزرابي حشومه عليهم. حشومه عليهم ماشي من حقهم. نعم. ما تقول ليهاش لا هذيك بلاصه فلان وديك فلان لا اللي جا الاول يشدها اللي جا الاول وهذيك السيده اللي جات متعطله وشاد ديك البلاصه راه ما عندهاش الاجر ديال ديك البلاصه لان النيه انما الاعمال بالنية. المراه اللي جات في الساعه الاولى وبغات تقعد في الصف الاول تجي الاخرى تقول لها لا هذيك راه بلاصه فلان. نعم. راه ما كايناش. نعم. كاينه بعض الامور خصنا نردوا لها البال. نعم. راه تفسد العمل تحبطه. علاش؟ نعم. لان ما فيش الاخلاص. نعم. فالاحتساب شنو هو الاحتساب؟ هو ان انت تقصد بعملك وجه الله سبحانه وجه الله. نعم. اذا الايمان الاعتقاد بان هذا. نعم. العمل راه فرض. نعم. الصيام وفي اخلاق الاعتقاد بان الصيام فرض كنصوم. نعم. امتثالا لامر الله. نعم. طاعه الله. الاعتقاد بان القيام هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فرض لنا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم صيام رمضان وفرضت عليكم قيامه. نعم. اي باب السنه اننا كنمشيو للجامع فلما نمشيو للجامع نستحضروا ادب المسجد ونستحضروا كاملين هذه. نعم. الايام هذه. نعم. اننا ضيوف على سيدي ومولاي احنا ضياف على الله. نعم. وسيدي ربي سبحانه وتعالى كيجي عنده ضيف كيكرمه. نعم. لان اكرام الضيف هذا من الخصال الحميده. نعم.
شنو هو الجزاء ديال باش غيكرمنا سيدي ربي الا حنا احترمنا هادشي اللي قلنا. نعم وتخلصنا ما نشدوش البلايص الاولى اللي جات الاولى هي اللي تقعد. نعم. وهذيك السيده ولا داك السيد اللي كتبدا تحبس العيالات تقول لهم لا ما تقعديش تما راه اثمه. نعم. راه كتدي الذنوب لانها كتدخل في قول الله تبارك وتعالى. نعم. ومن اظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بحال اللي كتمنع الناس يمشيو للجامع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يردوا البال شكي يديروا العيالات. نعم. يردوا البال بعض الأخوات وهادشي جاتنا يعني كاين كاين فاحنا كنقولوا حنا كنقولوا الصف الأول اللي جات الأولى هي اللي تقعد فيه. نعم. وتا وحدة ما عندها الحق تمنعها. نعم. وما عندهاش الحق أصلا لأن هذاك بيت بيت الله. نعم. هذاك المسجد بيت الله. نعم. فإذا كنقول للأخوات ديالي فهاد الليلة اغتنموا الفرصة. إيمانا واحتسابا، صوموا إيمانا واحتسابا، قوموا إيمانا واحتسابا، أكثروا. نعم. فهاد العشر الأواخر يعني حاولوا ديروا سلكة أخرى للقرآن الكريم. حاولوا ديروا سلكة أخرى، هزي المصحف وقراي. نعم. من المصحف. نعم. واحد القضية أخرى كنقولها للأخوات ديالي. والاخوان ديالي هو اننا كنصليو مع الامام كاين بعض الاخوان والاخوات اللي كيشدوا المصحف وكيتبعوا الامام. هذا لا يجوز. لا يجوز لانه سيد ربي ما عطاناش جوج القلوب في الصدور ديالنا. نعم. عطانا قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واش انت غتبع في المصحف ولا ما غتبغي تسجد كي غدير لك المصحف؟ نعم. وفين غتحطو؟ غتولي العابات بالمصحف. نعم. وهذا لا يجوز. نعم. العابات بالمصحف لا يجوز. نعم. ولا تحطو في الارض. نعم. ولا لا وملي تبغي تركع واش غتطلق المصحف وتركع وتحط؟ نعم. واش غيجي تحت راسك ولا تحت؟ شنو اللي خصو يدار لما يكون الامام كيقرا؟ انت انصت. نعم. لان سيد ربي قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اذا عندنا الصيام وعندنا القيام اللي هي صلاه التراويح وصلاه التهجد وعندنا قراءه القران وعندنا الجود والكرم الاعمال الخير صدقه الجود والصدقه الصدقه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر كان يكثر من الصدقات العشر الأواخر. كان كيقول كان نعم كالريح كان جوادا. نعم. كالريح المرسلة. الريح المرسلة هي كتجيب الخير. المرسلات عرفا يعني هذه الملائكة الملائكة المرسلات. ولكن الريح ويرسل الريح لواقح. نعم. الريح لواقح هي اللي كتجيب باش كتلقح ذاك الأشجار. نعم. كتلقح. نعم. فهذه الريح المرسلة كتجيب معها الخير. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وكان أكثر ما يكون جودا في رمضان. نعم. في رمضان كان يعطي عطاء. نعم. لا يخشى الفقر. نعم. فنكثر من الصدقات. القضية ديال زكاة الفطر كان جاوبنا. نعم. عليها. فهذيك الزكاة نحاولوا نعطيوها الناس اللي كيستحقوها. وهذيك السيد اللي كنعطيوه كنعطيه أنا وكتعطيه أنت وكيعطيه هذا وكيعطيه الآخر كتجمع داك 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 كيجمع واحد القدر من المال كيزيد على الحاجة ديالو ديك النهار. مثلا ديك النهار خصو يصرف 150 درهم. إيه؟ جمع 300 درهم. إيه؟ حتى هو يخرج الزكاة. نعم. فكيولي واحد الجو ديال التضامن. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. نعم. ان يخير لنا في رحابي. ونقولوا ذاك الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للسيده عائشه. إيه؟ قالت له يا رسول الله الا صدفت هذه الليله اش نقول؟ إيه؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. شكرا لك استاذ الحسن بن ابراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي العملات صخيرات تمارا على الحضور وعلى دائما استجابه البرنامج اللقاء المفتوح. شكرا لكل المستمعين والمستمعات. غنقولوا بسلامه لقائنا يتجدد باذن الله الاسبوع المقبل فقرات مواضيع واختصاصات. شكرا ليونس تهلي لينا وانا الجعفري لحليمه البوبطي وهذه جهه المينا كتقول خليناكم على خير. سلامه.